السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد المائده نتاع الغداء. هنا كنحتاجو كيلو نتاع الشرن، هادو بالنسبه ربعه الناس، واللي عنده اكثر يمكن يدير كيلو ونص ولا جوج كيلو. كيلو لارب ديال البطاطا، عندنا نص كيلو نتاع خيزو يعني الجزر، غادي نرافقو هذا الطبق نتاع الحوت ارافقوه بواحد الشلاضه. كنحتاجو هنا خياره، كنحتاجو نص كيلو د مطيشه، واحد الرويس د الخس، عندنا هنا فلفله حمراء وفلفله خضراء، عندنا هنايا بالنسبه للشرموله عندنا 4 المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، عندنا معلقه كبيره ديال صلصه مطيشه، عندنا هنايا 4 فصوص ديال الثوم السودانيه الملحه، عندنا هنايا معلقه كبيره نتاع زريعه القزبر الحبوب ديال القزبر مدقوقين، عندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم، عندنا معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه نتاع الكمون، عندنا هنا كنحتاجو الحامض، كنحتاجو زيت الزيتون. هنا الحوت حنا حيدنا له الراس ديالو، حيدنا له الكرش ديالو. هنا دابا باش غادي نحصلو على فيلي، هنايا كنقبطو، راه تخلينا تقطر مزيان، كنقبطو الحوت هانتوما كتشوفو، كنضربو هنا هكا، يعني راه حنا حاسين براسنا وصلنا لبلاصة السنسول، راه حنا باليد فاش حاطين هكا راه حنا عارفين، راه حنا قايسين في السنسول هنا باش تحصلو على الفيلي. الفيلي ديالنا هو نتوما كتشوفو، راه حنا بعد ما قطعناه حيدنا له ديك الشوك كامل الرقيق، داك الشوك الرقيق كله كنحيدوه، والغليظ يعني ما كنخليوش كاع فيه الشوك، كنغسلوه يعني كنشلو غير دغيا دغيا وكنخليوه يقطر باش عاد نديرو له شرموله. كتشوفوا كيبقى لنا غير يعني غير هذا الهيكل، هذا راه حنا كنطويوه هكا وكنغسلوه وكنديروه في الطاوه. السنسول ديال الحوت كله اللي عندنا راني غاسلاه ودرته في الطاوه، هنايا غادي نزيد عليه واحد نص لتر ديال الماء، وغادي ندير له واحد شويه ديال الملحه وشويه نتاع زعتره، وغادي نخليه يغلي تقريبا. بعد ما كيغلي كنحسب له 10 دقائق، هذاك الماء ديالو انا محتاجه به. هنايا راه درنا القزبر والمعدنوس ديالنا درناهم، هنايا غادي نزيدو عليهم هاد الثومه، هاد 4 الفصوص ديال الثوم، غادي نزيدو عليهم السودانيه. بزاف ناس كيسقسوني كيقول لي شنو هي السودانيه. السودانيه هي هاد الفليفله الصغيره كتكون هكا كتكون حاره، هادي كنقطوها كنقطعوها بالمقص هكا كنطقطقوها، هادي راها عندنا يابسه يعني هادي في الوقت ديالها في الصيف فين كنوجدو حنا هادي وكنحتفظو بها العام كامل وهي عندنا. انا عندي هنا راني دقاها زعما نقطعها طريفات رقاق، انا دابا غادي نزيدها مع الشرموله. علاش وريتكم هادي؟ غير حيت بزاف الناس كيسقسوني شويه السودانيه. هنا حنا درنا القزبر المعدنوس السودانيه او الفلفله الحاره، هنا غادي نزيدوها التوابل، هادي هنايا عم نطحنهم بدا واحد شويه، ندير لهم الملحه، هنا الملحه غادي نديرو معلقه صغيره، هنا غادي نطحنهم شويه باش عاد نزيد عليهم الصلصه والزيت. هانتوما هيا بعد ما طحنت لنا غادي نزيد دابا هاد المعلقه نتاع المطيشه ديال المركزه. هنا غادي نعاود ثاني، هنا درت هنايا ديك المعلقه كبيره المطيشه، غادي نزيد هنايا 3 المعالق نتاع زيت الزيتون، غادي نزيد دابا واحد جوج معالق كبار نتاع الحامض عصير الحامض. الشرموله ديالنا راه حنا متاكدين منها من الحرور ديالها من الملحه، لان الشرموله خاصها كتجي مقاده، خاصها في الحرور تجي مقاده في الملحه، احنا ما درناش حاره بزاف ولكن غير من الذباب الحار. هنا دابا غادي نعاودو نخدموها وهاد الشرموله ديالنا تكون واجده. هنا كنقبطو هاد الفيلي ديالنا، كان حنا راه هو مقطر مزيان، كنقبطو هاد الشرموله وكنطلعو هذه، كان راه حنا كنديروها غير في وجه واحد.
هنا انا راني درت شرموله خير الله يعني بزايد، لحقاش باش غادي ندير منها الفول، ندير منها الفول وندير منها حتى البطاطا وخيزو اللي عندنا باش نشرملوهم. انا دهنتو كامل، هانتوما راه دهنتو غير على وجه واحد، ما دهنتوش على وجه الثاني. دابا نخليو الحوت ديالنا بعدا يشرب الشرموله، كنغطيوه بواحد كيتغطى مزيان وكندخلوه للثلاجه بالنسبه لك كنصاد، الا كان البرد ماشي مشكل. هاد الشرموله هادي الا بقات لكم، انا غير وجهه نظر، كتقطوها كديروا هاد الشرميله، اما كديروها في شي بلاستيكه كتكون رقيقه هكا، او كديروها في الطرف نتاع البلاستيك وكتقرصوها، كتقرصوها هكا كاروية هكا، وكتدخلوها للمجمد، خليوها في المجمد، راه فوق ما تبغيو الشرموله تلقاوها واجده. راه سبق لي وحضرت لكم الفيديوهات نتاع الشرموله، ولكن حتى هذه ما نصحتكم بها. هنا بطاطا رحنا نقيناها وقطعناها كدوائر، انتم تشوفوا هنايا خيزو حتى هو رحنا نقيناه وكنقرضو هكا، تقرضو كما بغيتو هكا دوائر. خيزو راه داير في النطيب على بطاطا هكا كيتقطع حتى هو دوائر. هاد البلاصه اللي كتكون عندنا فيها هاد الخضوريه هادي ما كنديروهاش، كنحاولو هكا نحيدوها، هاديك الخضوريه ما كتجيش زوينه. صافي حنا عندنا خيزو وبطاطا ديالنا ما واجدين، عندنا هذاك الحوت اللي غلينا هانتوما تشوفوا، غادي نصفيوه غادي نحيدوه من الطاوله. هنا غادي نخليو غير ديك، غادي نخليو غير ديك المريقه. هنا دابا راه عندنا الماء مصفي، حنا غادي نصفيوه باش نديرو فيه خيزو. هنا كان هاد الماء هانتوما كتشوفوا، غادي نديرو فيه خيزو هو الاول، نخليو هاد خيزو غادي يغلي، غادي يغلي 5 دقائق باش غادي يغلي، يعني بعد ما طلع فيه الغليه 5 دقائق عاد نزيدو عليه بطاطا. فاش نديرو بطاطا غنزيدوها فوق خيزو، غادي نخليوها 2 دقائق صافي ونطفيو عليها. هنا خيزو بطاطا دينا راهما كيطيبو، دابا كنرجعو لهاد حنجقلو، يعني الفول ديك الفول اللي كيكون باقي صغير، كيكون غير هكا باقي ما ترباش فيه، ديك الفوله ما كبراتش بزاف، كتكون الفوله غير صغيره، هذاك هو عندنا حنشقلو او كنقولو الفول مخرب قشورو. هنا درنا معلقه كبيره نتاع الشرموله من هذيك النيت اللي دقينا، درت 4 المعالق كبار نتاع زيت الزيتون، غادي نردهم يتشحروا شويه يعني غير باش تطلق لنا هاد الشرموله تغلي، لحقاش هنا عندنا الفول راه هو مبخر، راه سبق لي وحطيت لكم الفيديو والطريقه ديالو كيفاش كنصوبوه، هانتوما تشوفوا الفويلات مازال الفويله صغيره، شوفوا الفويله قداش، وكتكون ديك القشره ديالو كتكون رطبه، كنبخروه في البرمه والكسكاس كنحصلوا عليه هكا، هانتوما تشوفوا هذا راه عندي مبخر. هنا الا بغيتوا تشوفوه راه تلقاو الرابط اسفل الفيديو. هنايا بعد ما كنطلقوا ديك الشرموله ديالنا، كنطلقوها في ديك الزيت، غير كتسخن ديك الزويته كنطلقوا فيها الشرموله، كنزيدوا عليها هاد الفول. فاش كنزيدوا الفول كنبقاو نديوه ونجيبوه في المقله، يعني كنخلطوه كنحركوه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. هنا بعد ما تشحرات 5 ديال الدقائق وحياك، وحنا كنشحروها باش ديك الفول كيشرب ديك الشرموله، هنايا كنزيدوا واحد 1/4 معلقه صغيره ديال الكمون، 1/4 ديال المعلقه. الملحه على حسب الذوق، لحقاش حنا علاش ما درناش الملحه في الاول، على حسب الشرموله فيها الملحه ما خصناش نكثروا. هنايا غادي نزيدوا الحامض، عندنا عندك الحار والملحه والحامض كيبقى على حسب الذوق نتاع كل واحد. هنا غادي نزيدوا واحد معلقه ديال الحامض، هنايا غادي نخلطها ونردها عاوتاني فوق البوطه تقريبا واحد ما كملش 4 ديال الدقائق. صافي وها هو الفول ديالنا واجد. هنا بطاطا وخيزو ديالنا راهما طابو نص طياب، بعد ما درتها خليتها 3 دقائق صافي طفيت عليها، انا استفتها في اللاطا الذي يدخل فيها الحوت الفران. هنايا كنجيبو هاد الحوت ديالنا هكا وكنستفوه فوق هاد البطاطا، راه هنا اللاطا راه ما دهنتها لا بزيت لا بوالو، حنا كنستفوا هاد الحوت ديالنا. حنا رصينا الحوت ديالنا،
هاد الفلفله الحمراء والخضراء قطعناهم هكا دوائر. هنا تزيين الحامض، الا هو كان عندنا هاد الحامض هذا راه اللي سبق لي وحضرته، راه الا بغيتوا تشوفوا غتلقاو الرابط اسفل الفيديو. هذا غادي نديرو، ما كاينش نديرو الحامض الاخر العادي، رحنا عصرنا نقطعو واحد نصحو نزينو بها وصافي. هذا الحامض هذا راه نقول لكم راه طايب على اسبوع، هذا راه اسبوع باش درتو، هو دابا نبدا نستعملو. يعني الحامض مرقد دائما كيكون عندكم في الدار، هادو كنديرو هكا مصيصات هانتوما. هاد هذيك المريقه نتاع الميه نتاع خيزو، داكشي اللي غلينا فيه الخضيره والسمك ديالنا. هنايا غادي نقطو، غادي نسقيو به هاد اللاطه ديالنا. نقول لكم راه ما بقاش هنا حتى نص كاس ما كاملش نتاع هاد لاصوص. هذه هنا كنقطو كنسقيو بها هاد اللاطه ديالنا. راه نص كاس ما كاملش هانتوما، يعني غادي تجي واحد اي واحد المريقه مليبيه وصافي. هنا دابا المهم انا زوقت بهذه الطريقه هذه، وانتم يمكن لكم تزوقوا باي طريقه بغيتوا. اللاطه ديال الحوت كتبقى قدامكم بحال واحد الطابلو كتحطوا فيه داكشي اللي بغيتوا، الافكار اللي عندكم في الراس ديالكم كيمكن لكم تحطوها فيه. قبل ما نديرها في الفران كنزيد عليها تقريبا واحد جوج معالق كبار نتاع زيت الزيتون. دابا غادي ندخلها الفران، العافيه غادي تكون من التحت واللاطه ديالنا من الفوق، تقريبا ديك 15 دقيقه وهي هكاك. عاوتاني كنهبطوها باش كتعاوتاني تاخذ اللون. المهم راه حنا كنشوفوا فاش الحوت كيبدا يطيب راه كيكون باين، وعلى الفران كل واحد ودرجه الحراره ديالو. درنا الشابه ديالنا، كندير واحد المعلقه كبيره نتاع المعدنوس، لان المعدنوس ضروري باش ديروه في الشلايض وبالاخص هكا خضر. هنايا كندير واحد شويه نتاع الملحه على حسب الذوق، هنا شويه نتاع البزار كنديرو. الزيت هي كيبقى لكم الاختيار، انا غير حيت عندي هاد زيت الزيتون حلوه وباقا طريه داكشي باش كنديرها. الا ما كانتش عندكم طريه يعني حلوه ما ديروهاش، ديروا زيت المائده. هنايا تقريبا واحد المعلقه كبيره صافي. غادي نخلط الشلاضه ديالي. هاد الخص ديالنا ما كنقطعش كل ورقه بوحدها، يعني كندير واحد المجموعه هانتوما كتشوفوا، كنقطع هكا وكنقطعها كنقطعها كبيره ماشي صغيره، وانتوما كيبقى لكم الاختيار بغيتو تصغروها صغروها. غادي نزيد عليه واحد شويه د الحامض، يعني نقول لكم معلقه صغيره د الحامض. غادي نشرب بشويه نتاع الفلفل الاسود، بزاف شويه د الملحه، واحد معلقه صغيره نتاع زيت الزيتون صافي. وغادي نخلطها. اللطه ديال الحوت ديالنا ها هي، هانتوما تشوفوا كي تجي، ها هو ديك الفول بقشورو او حنجقلو كل شنو كيقولو. هانتوما تشوفوا كي تجي. هنايا الشليضه ديالنا هي واجده هانتوما. الشلاطه التقديم كيبقى لكم الاختيار، ديروا الخص لداخل او الخص على برا بحال بحال. هنا الطبله ما كنساوهاش من الماء. هذا هنا شويه نتاع البسباس مع زويتنات. المائده ديالنا ها هي، انتم تشوفوا المائده ديالنا كي دايره. وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. صحه وراحه.